خلينا برضو نقول لحضراتكم سريعا بيان رئيس اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة. تطبيق نظام الأكواد المعتمد من قبل اللجنة الطبية ولجنة الأزمات بالنسبة لجميع الرياضات في الصالات المغطاة أو المغلقة. في ضوء ما تلقته وزارة الشباب والرياضة من استفسارات حول موقف البطولات المقامة داخل الصالات المغلقة. أكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة أنه لا إلغاء للمسابقات المقامة على الصالات المغلقة. وأن الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل طبية اللجنة الأولمبية جاء بالتنسيق مع الوزارة وضمن سلسلة التعليمات الهادفة الموجهة لكافة الهيئات الرياضية للوصول إلى أقصى درجات الوقاية والأمان في الملاعب. وعليه يتم 1. الالتزام بالقرارات الصادرة عن لجنة الأزمات برئاسة الوزراء برئاسة مجلس الوزراء والخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا. 2. الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المتضمنة بنظام الأكواد المعتمد من قبل اللجنة الطبية العليا بالوزارة الخاصة بإقامة مختلف الأنشطة والبطولات. 3. إتاحة إقامة البطولات والمنافسات الرياضية وخاصة الدولية منها بالصالات المغلقة، آخذا بعين الاعتبار ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاهتداء بالنظام الطبي والإجراءات الطبية والإجراءات والضوابط الاحترازية والتي تم الاتفاق على العمل وفقا لها ببطولة العالم لكرة اليد والمقرر إقامتها في مصر يناير 2020. 2021 ضرورة الالتزام جميع الهيئات الرياضية بتطبيق نظام صارم لعمل المساحات اللازمة لجميع المشاركين من لاعبين وإداريين وفنيين وجميع أعضاء المنظومة المشاركة ضمن فعاليات أي بطولة رياضية تقام على الصالات المغلقة. ضرورة اعتماد الإجراءات الاحترازية الخاصة بالبطولات من اللجنة الطبية العليا برئاسة الدكتور محمد سلطان بالتنسيق مع اللجان الطبية بالاتحادات الرياضية المصرية واللجنة الأولمبية، وذلك في ضوء الأكواد الصحية والدلائل الاسترشادية لوزارة الشباب والرياضة. الحقيقة ده كان بيان وزارة الشباب والرياضة والتأكيد على إقامة المباريات ولكن مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.